صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين، آمين. آمين. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده: وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن، قال: حدثني ركين عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنه، أنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، أوه. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أو ذكر له، قال أو قال ذكر له، قال: فقال: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، إذا فضغت الماء فاغتسل. سبحان الله. وقال رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. قال رحمه الله: حدثنا عبيدة قال: حدثني سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورحمة الله عليهم جميعا، عن ابن عباس أنه قال: علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. إذن هنا الكلام على المزي، وقد شرحنا قبل ذلك كثيرا، وهو ثلاث أحاديث إن شاء الله ننتهي منها الآن، فيها أنه كان رجلا مذاء فأجتهد في فكان يغتسل في الشتاء يغتسل حتى شق ظهره. هذه فيها أنه يجوز الاجتهاد مع وجود العالم الكبير، يجوز لمن عنده الآلة أن يجتهد، وكان الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، فاجتهد كان يغتسل على أساس أن المزي هو تعلمون ماء أبيض رقيق ويكون مع الشهوة، فهو علم أن الشهوة منها الغسل، قال: إذن المزي يكون منه، ففعل ذلك، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. طبعا أو ذكر له هذه الاحتمالية، لأنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الإجابة منه الوضوء، يعني لا تفعل، لا تغتسل، لما تغتسل تشق على نفسك. نعم، قال: لا تفعل، إذا رأيت المزي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضغت الماء فاغتسل. شوف، قال: فإذا فضغت الماء، هذه فيها مسألة في القيم مهمة، وش هي المسألة الأولى؟ لا، في مسألة في هذه بس، فإذا فضغت الماء، طيب، هذه فيها دلالة على أن الاغتسال من المني إذا نزل دفقا، الاغتسال من المني إذا نزل دفقا، والمعنى أنه لو نزل مرضا لا اغتسال. شوف، قالوا يغتسل لأنه مرتبط الغسل بوجود المني ووجد المني، والصحيح أنه قال: فإذا فضخت الماء فاغتسل، هذه فيها دلالة على أنه كان شهوة. وهذا إسناد صحيح رجال الثقات، رجال صحيح غير حسين بن قبيصة، أما رجال السنن غير الترمذي، ولكن هو ابن ربيع الفزاري، أخرجه أبو داود والبزار والنسائي وابن خزيمة من طريق عبيدة ابن حميد بهذا الإسناد. ففيها هنا الاستحقاق من السؤال، وفيها الوكالة في السؤال، وفيها أيضا الإشهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي إذا أخطأ لابد أن يعلن خطأه ويرجع. في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رجل مساء فسألته، هذه تصريحا أن عليه ولا سأل، صح أنه أمر المقداد أولا حتى يطمئن قلبه، وأمر عمار ثم سأل هو بنفسه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: في المذي الوضوء وفي المني الغسل، في المذي الوضوء، في المذي الوضوء، أن المذي أقرب إلى 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 البول منه إلى المني، مع أنه يكون عند خروج الشهوة أو عند التلطف بين رجل وزوجه يكون المذي، وهو كان مزاء وذا كان يغتسل كثيرا، فقال: لا، من يفعل ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ قال: منه الوضوء، منه الوضوء. وفي رواية قال له: اغسل ذكرك ومذاكرك. الحديث الثالث أيضا عن قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه تنوعه الآن، أنه أمر من يسأل ثم سأل هو. الفوائد المستنبطة: جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لأنها اكتملت الآلة عندهم، ديننا دين اليسر، كان يغتسل حتى شقق ظهره، فقال: لما منه الوضوء، لا يفعل منه الوضوء. جواز الوكالة في السؤال والجواب: يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.